نتعرف أكثر على البازار أريج والعروض يلي قدمت فيه. معنا المدام عطاء حجازي منظمة البازار، وهي أيضا تصميم ملابس تحمل الحرف العربي، وسيدة حنان رزق صاحبة مشروع ياسمينة لتشغيل النساء بزمن الحرب. يسعد صباحكم ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم. بازار رمضان كان من مقهى المكتب بهالمكان نحن متواجدين فيه، خبرونا كيف كانت الأجواء. هلا الأجواء كانت كتير حلوة، خاصة إنه رمضان، يعني نحن محضرين كنا حالنا لرمضان لعدة بازارات. أولا افتتحنا بازار المكتب. بازار المكتب كان عبارة عن نصه أشغال يدوية ونصه تقريبا شغلات جاهزة، بس كان كتير حلو وكتير مرتب، والإقبال العالم كان كتير حلو عليه. يعني سيدة حنان، حضرتك مشاركة بالبازار اليوم، أنت متواجدة معنا، نحكي لنا شوي عن المشروع يلي حضرتك عم تشتغلي عليه ومشاركتك أيضا ببازار رمضان. مشروعنا هو بيقوم على تشغيل النساء بزمن الحرب، أنه النسوان اللي ما عندها شهادات، اللي ما بتقدر تطلع من بيتها، اللي عندها موهبة مثلا ممكن بالعمل اليدوي. فرصدنا احنا مجموعة اصدقاء اسمنا الياسمينات، فرصدنا مبالغ صغيرة، بلشنا بمشروع انه بنصمم احنا الموديل وبشغل البنات والصبايا ببيوتها، بتاخذ الاجرة وبتعيش منها حتى ما تحتاج حدا بزمن الحرب. يعني ما نعيش بس على حدا يعيننا مثلا، حدا يعطينا شغلة جاهزة، حتى يشتغلوا ويحسوا بقيمتهم بالحياة. وهالمشروع اللي احنا انا بسوقه، بشارك بالبازارات، و يعني شغلتي هي اكثر شيء انه تصميم وجيب المواد كلها وهن بيشتغلوا. يعني فهي مساعده النساء بزمن الحرب، ممكن ننسى شوي الاسى اللي عم نشوفه ويحسوا بقيمتهم بالحياه. يعني في ناس مهجره، في ناس ما عندها بيوت وعايشه بس على الاعانات، فمعلش خليها تشتغل وتحس حالها انه هي مهمه. فمشروعنا هيك بيقوم، مبلشين على شيء صغير يعني اكيد، ونحن بين بعضنا نحن بنحس بقيمتنا، والنسوان اللي عم تشتغل النساء والصبايا عم بيحسوا كمان بقيمتهم. ممكن رح ندخل بتفاصيله اكثر، لكن اليوم البازار يلي مقام بالمكتب شو شيء تميز فيه؟ هلا اهم شيء تميز فيه هي الاشغال اليدويه اللي كانت فيه. بالنسبه للخط العربي ولا للشمع اللي كانت مدام بريمو عاملته، فنجين مكتوب عليها عربي، مدام ريم خليل بتعملهم كتير حلوين وكتير مرتبين، كله شغل ايد. هاد عندك مدام رزق هون بتعمل المخدات والجزادين، يعني في كتير شغلات اشغال يدويه. وحلاوته انه نحن مثل ما قالت عم نشغل العالم مطرح واحد، عرفتي كيف؟ يعني ما يروح كل واحد على قرنه يشتغل، لا كلكم طاعوا على مطرح واحد اشتغلوا فيه، طلعوا رزقتكم، ما تعتازوا حدا. يعني الناس اليوم وخصيصا السيدات اذا فينا نقول ليش بيحبوا يتوجهوا على البازارات، يمكن شو اكثر شيء بيميز البازار لحتى يستقطب الناس؟ هلا اكثر شيء البازارات بتميزها الاسعار الرخيصه. ثاني شيء انه ما بتلاقي من السوق، اللي بتلاقيه بالبازار ما بتلاقيه بالسوق، خاصه الشغلات اليدويه. يعني في كثير شغلات بتلاقيها بالبازار بتتفاجئي فيها، هي في عندنا منها، هي شغلنا، ليش لا؟ ليش لحتى ما يكون عندنا منها؟ خلينا نتعرف شو أهم شيء كنت مقدمتيه حضرتك بالبازار ومع الصبايا كمان اللي مرافقينك؟ رح بلش فيها. إحنا بلشنا مشروعنا كمان منشان نشجع صابون حلب اللي هو مشهور كتير بحلب، وبتعرفوا وقت الأزمة وقت حلب ما كانت كتير يعني، فكنا عم نحاول نجيب الصابون من هونيك نشتغل عليه كروشيه ونعمل له موديل. فإحنا يعني أهم شيء بموادنا إنه كلها سورية، يعني بيبقى شوي شغلات بسيطة كتير بس كلها محلية. هي كروشيه، هي الكروشيه كلها واحد، يعني صبية بتعمل الكروشيه وصبية بتعمل الزينة. يعني في تكامل بالعمل. خلينا نشوف كمان، هي شنطة، هي جزدان ممكن للموبايل، أو يعني هيك شغلات صغيرة للصبايا. كمان هذا قماش سوري، وكمان الأيدي نفس الشيء، هذا منه احنا هذا بيقولوا له يعني مثل بيستعملوا يعني نعرضهم مشان يشوفوهم. يعني قديش عم تحاولوا انكم تستخدموا شيء سوري؟ هي الايادي محليه سوريه والشغل والمواد، وكل شيء يعني والمواد، مشان يعني كمان نشجع سوقنا. يعني ليش حتى نستورد شغلات نحن بقدره انه نعملها؟ هلا هي الناس بتفكر انه قطع، هلا هذا جاكار الدمشقي، يعني الناس بتفكر انه قطع، لا مو قطعه اجنبيه. يعني نحن بجوز افكارنا ممكن نستفيد من النت، ممكن نحن نصمم كمان شغلات، بس كلها هي اشغالنا سورية. هدول اكثر شيء. هلا برمضان عملنا شغله صغيره، يعني انه للزينة كمناسبه، احنا بالعاده بسوريا ما كثير بنهتم كثير بزينه رمضان، بقيه البلاد العربيه ممكن اكثر، فحاولنا السنه ننزل شغلات انه لرمضان، يعني هلال رمضان، بس خاصين هلال رمضان والعيد،
وكمان عملنا شغلة اللي هي تبع الطاولة كمان، فكانت للعيد يعني هلأ. يمكن الزينة الخارجية ما كتير إلى صداها عنا، لكن بالبيوت بشهر رمضان نلاقي في لمسات فنية، شوية فرح يعني كمان إنه وقت يكون العيد ببيته، يعني كتير عم بيشوفوا هوايل من الحرب وقت البيت مزين مثلا فيه شغلات، فأنا حسيت إنه ممكن تجيب الفرح للبيوت، يعني إنه يحس الواحد عن الجد إنه نحن معيدين، يعني نحن لازم نرجع الفرح هي لبيوتنا. سيدة يعني عطاء، كمان حضرتك بالخط العربي عم تشتغلي، وعم نشوف كمان اليوم جايبة مع حضرتك العديد من الكنزات اللي مستخدمة فيها الخط، تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. هلأ أنا بلشت من شي سنتين تقريبا، لقيت في كتير مغتربين وكتير متشوقين لشيء اسمه عربي، شيء اسمه سوري، شيء اسمه دمشق، شيء اسمه شام. قمت بلشت بالكنزات، اول شيء انه حبيت اكتب عليهم بالعربي. هلا هون هي ممكن نعرضهم مثلا على قولي الكاميرا. ملحل هي لازم تكون بدون يا بلدي، فاشواقي وصلت، زدنا كلمه يا بلدي عليها انه مشان يحس الواحد انه بلده. يعني في كتير ناس حانه للشام، يعني مزبوط مثل ما قلت، يمكن هالاشياء هي كثير ممكن ناخذها هدايا للخارج، بتروحن فيها يمكن المغترب برا. صح صح، خاصة هيك جمل عربية وكتابة عربي وتشكيل عربي، يعني كثير عم يحبوا هيك شغلات، يعني بيحبوا العالم حتى هون عنا عم يلبسوها، عم يحسوا انه في لسه عنا وطن، لسه في عنا لازم نعيش هون بقلب الشام، ما نطلع نعبر عن انتمائنا وحبنا لبلدنا بكافة الأشكال، يمكن صح حتى صح بالرسومات يمكن والديزاينات الموجودة على ثيابنا. كمان قديش هاد التصاميم لقت إقبال؟ كتير كتير، يعني عن جد العالم حبتها، كبار وصغار، شباب، بنات، متزوجات، صبايا، كله. كيف آلية العمل؟ يعني هذا الخط العربي شو بيتطلب؟ شو هي المواد اللي بيتطلبها؟ هلا في ورشة بتخيط كمان قماشنا العربي مع المواد العربية، بس الحبر بنجيبه من برا. كلياته في ورشة متكاملة، بنبلش من خياطة الكنزة لحتى الطباعة، وكلها طباعة حرارية طبعاً، يعني مشان ما تروح بالغسيل او شيء او هيك. خلينا نشوف كمان نماذج. في عندك ممكن حاولت يكون في تواصي. اعمل جواز السفر كمان نعرضه بس الجمهورية العربية السورية. هذا جوازنا العربي السوري، يعني حاولت اعمل هيك كثير، لقيت اقبال. كمان في عندنا حلوه يا بلدي، كمان حلوه يا بلدي، يعني في عدة نماذج كمان في كتير. ممكن يكون حسب رغبة الصبية. بيجوا بيقولوا لي مثلا انا بدي جملة معينة انه بدي تعملي لي هيك هيك هيك، بدي ابعتها لرفيقي برا، بدي خليه يرجع عشان بعمل لهم، يعني كل واحد في بيطلب جملة بيعطيني فكرة، يعني كل حدا بيجي بيعطيني جملة أو بيعطيني حتى فكرة بنفسه. حتى كمان يعني شفنا هون كمان عن الشام، الفناجين كمان مكتوب فيها وعن الشام وحب الشام، يعني اللي هو كتير كبير. سيدة يعني حنان، خلينا نحكي شوي، أنتوا بالمشروع تبعكم داش اليوم مهم فعلا أنه المرأة تكون هي مسؤولة عن نفسها، تكون هي ما بحاجة مساعدة من أي حدا، خصوصا أنه هن بزمن الحرب النساء هن يمكن أكتر شيء كانوا متضررات، يعني صح يعني متضررات كثير، يعني شافوا أسى منه هجرة البيوت ومنه الوضع الأمني اللي ما كويس، خوفهم من روحة الأولاد على المدارس، يعني فهذا الخوف اللي يعني عم بيحسوا فيه، وبالنسبة كمان إنه للمصروف للمصاري ما كان كثير الحالة الاجتماعية كويسة، فإحنا مشروعنا كان بس مشان ترجع ثقتهم بحالهم، لأنه الأسرة إذا فكرنا فيها هي الأم أكثر، يعني هي اللي بتعطي الاطمئنان والأمن للأولاد، وهي اللي يعني هي اللي بتنقلهم شعورها للأولاد، فهي الأم هي كل البيت، فحسينا أنه لازم يحسوا هالنساء أنه هن لهم فائدة بالحرب، يعني مو إذا تهجرت أو ما معي مصاري أنا مالي فائدة، وصدقوني وقت الوحدة بتقعد بتشاور حقها، يعني بدل ما أنه تقعد بيت بس تنق، فبتلاقي انه عندها مواهب تشتغل، يعني طيب في بنات ما عندها كان مواهب قعدوا معنا بالبازار باعوا، طيب احسن ما تضيعي وقتك على شيء بلا طعمه، ممكن تشتغلي وتحسي حالك كثير مهمه. هذا المشروع قديش يعني لقى
إقبال كبير من قبل النساء وقديش كانت هيك فشة خلق لهم لحتى يعيلوا حسوا بأهميتهم نفس الوقت انه يكون لهم أهمية وبس فهنا وقت بيقولوا نحن الياسمينات نحن عندنا مشروع الياسميني وقت شوفي وقت بيقدموا حالهم حسيت أنا أنه صاروا مختلفات أنه هن مهمين ولو كان أنا مثل ما حكيت قصة الصابون أنه الصبيتين اللي شاغلين فيها فهي مهمة وهي مهمة أنه أنا كنت أشتغل كروشيه عادي للبيت صرت أشتغل صابونة ومهمة وبتنباع وفي يعني الشغلات اللي بتصير أنه كل رفقاتنا من البيع عم يطلعوا برات البلد ياخذوا هدايا عم ياخذوا معنا معهم من شغلنا فصرنا مشهورين برا يعني انه هدول شغل الصبايا بالشام انه بوقت الحرب عم يعملوا شيء كويس فانه عم يشجعوا المواد الاوليه اللي هي سوريه وعم ياخذوا الهديه ليش حتى ياخذوا شغله معنا بالعكس الشغله يدويه عند الاجانب مهمه وعند المغتربين شغله كثير مهمه عم تلاقي المنتجات اقبال من قبل الاشخاص نشكر الله ماشي الحال يعني شوي شوي ما في مشروع ببلش كبير بما انه احنا بلشنا صبايا مجموعتنا شيء 5-6 يعني كنا فعم يكبر شوي شوي المشروع ما بدنا اياه يكبر بسرعه بدنا انه يكبر بطريقه صحيحة. انه هيك نجمع الصبايا حوالينا مدام عطاء كمان عم نشوف بقلب البازار عم يكون في بيع للمأكولات السوريه من قبل سيدات سوريات هن عم يصنعوها بايديهم اليوم كمان قديش مهم طرح وتسويق الطعام السوري يمكن على اختلاف انواعه بكل المحافظات اكيد هلا امبارح اجتني وحده قال بدي افتح طاوله بالبازار الجديد اعمل كبه قلت لها ايه قلت لي لأنه كتير عالم طلبت مني أعمل كبة يعني نحن الكبة مشهورة عنا بسوريا عنا كتير شغلات مشهورة ليش لحتى ما نروج لها في كتير ناس هلأ بالصيف تجي من برا مشتاقة للأكلات العربية مشتاقة للأكلات السورية مشتاقة لحراق بإصبعه مشتاقة لكتير شغلات يعني بقى ليش لا ايه نشجعهم كمان ومثل ما قالت أحسن ما يقعدوا بالبيت ويقولوا انه جوزي ما عم يشتغل او شيء لا اشتغلوا انتم وطلعوا مصاري سيدة حنان ممكن انكم تطوروا المشروع بانكم تدربوا متدربات جداد يدخلوا لعندكم تصيروا تعلمون هي الحرف وتعلمون هي المهن بشكل اوسع هي بما انه مشروعنا باول لسه ما عندنا عائد كبير يعني احنا العائد اللي عم نجي عم نرجع نطور شغلنا شوي اول ما يوقف المشروع على اجري اكثر يعني طبعا فاكيد احنا نبلش نطور النساء لسه اللي ما بتعرف تعمل شيء مشان مثل كانه مشروع صغير عملنا لهم يعني مثل ما بيعملوا عالمين مشروعات صغيرة فمبلش مشروع صغير منطوره شوي شوي وبيكبر ونصير مندربهم على الشغلات هاي بس مبدئيا مشروعنا مبلش مع الناس اللي بتعرف شوي تشتغل شغلات يعني وشوي شوي بيكبر بديتوا بمقهى المكتب وين رح تكفوا بازاراتكم؟ هلأ عنا واحد بقصر الياسمين نزلة الأكرم مزة عنا بازار كتير ضخم وكتير عم نحضر له وكتير حلو رح يكون إن شاء الله يعني كمان في كتير نساء مشاركة معنا فيه كمان أشغال يدوية ومأكولات مثل ما قلتي يعني كل شيء بتلاقيه العائلة بمكان واحد يعني بيجمع البازار الأشخاص كمان على المحبة دعم تحسوا في ألفة أنتوا بين المتواجدين إن كان بالمشروع تبعكم أو أيضا بالسيدات الأخريات المشاركات بالبازار ودعم تتطور هالعلاقة لحتى يصير التعاون بشكل أكبر هي التواصل كتير شغله مهمة هلأ بزمن الحرب يعني مو بس الشغل مهم صدقوني بتنسي الدنيا وقت بتفوتي على البازار اللي بده يشتري عم ينسى الدنيا واللي قاعد عم يتواصل اجتماعيا يعني في ناس ما بنعرفها مثلا من محافظات جاي بسبب التهجير وهيك فعم نحكي يعني تبادل الخبرات وتبادل المشاكل والقصص وعم نغير جو شوي عن انه الاسى اللي عم نشوفه برا يعني فكتير عم بيساعدنا نفسيا اذا بنقول يعني نحن اكيد بعد هالحرب عنا يعني صار بدنا علاج نفسي على الحرب والصدمات اللي شفناها فالبازار كتير شغله كويسه للمعالجه النفسيه للتواصل الاجتماعي يعني. عم تسعوا انه يكون لكم دائما بصمه وان كان بالبازارات او باي انشطه ثانيه ضمن المناسبات يعني ممكن هلا نشوفكم كمان محضرين شيء بالعيد اي طبعا على طول في حتى نحن ان شاء الله رح نطلع برات الشام رح نعمل برات الشام هي البلاد اللي هلا عم تتحرر كلياتها رح نفوت فيها ورح نعمل فيها انشطه كثير يعني هالتوليفه هي تنقلوها لكل المحافظات اي ان شاء الله ان الله عم بيتم التنسيق مع اشخاص كمان يمكن بينظموا بازارات مثلكم مع مدينه المعارض اول شيء تنسيق مع مدينه المعارض اجباري بعدين بيننا وبين المنظمين الثانيات ان شاء الله هلا كمان رح يتم تنسيق اكثر يعني كل واحد مثلا ما يتعارض مع الثاني او شيء او هيك
هو هيك لازم يتم التنسيق أكثر. رح يكون لكم يعني مشاركة بمعرض دمشق الدولي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إيه. لأنه يمكن له أهمية كتير هالمعرض طبعاً. ونحن كلياتنا ناطرينه يعني بهالسنة. اليوم أنتوا بشغلكم بالخط العربي شغلك سيدة عطاء، كيف ممكن تطوري لهذا الشغل؟ شو الشيء اللي عم تحاولي إنك تضيفيه غير موضوع الكنزات والعمل عليه؟ هلا نحن ضفنا مو بس الكنزات، هلا مثل رفيقتي طلعت فكرة الفناجين، هلا نحن بدنا نطوره للعبايات، بدنا نطوره للوحات بالحائط، بدنا نطوره لحتى يدخل الخط العربي بكل شيء، يعني بكل شيء بينحط اكسسوار او بينلبس بدنا ندخل الخط العربي. متميزين يمكن السوريين فيه، وعندنا كثير خطاطين مهمين بسوريا بيشتغلوا بالخط العربي صح. وصاروا معروفين على المستوى العربي بشكل كثير واسع. صح صح مزبوط، ولازم الخط العربي يوصل لكل بلد لكل مطرح، لانه عن جد احلى خط هو الخط العربي، احلى خط يعني. يعني في ميزه يمكن بالقطعه اللي عم تقدموها من الناحيه الجماليه وايضا من النوعيه، يعني كثير اشخاص بيقولوا يمكن انه هي الخطوط ممكن تروح، ممكن يعني يروح لونها او تمح، قديش انتم كمان تسعوا انه يكون في جوده طبعاً. بتقديم منتجاتكم لحتى اكيد الشخص يرجع يتبضع من عندكم؟ مزبوط. هلا نحن وقت بنشتغل على القطعه نشتغل اول شيء على الحبر او على الطباعه. هلا هي بتختلف عن هي نافره، نحن هي اللي بتميز انا كنزاتي. هلا في كثير ناس عملوا غير كنزات غير موديلات، كواليتي القماشه كثير رديئه، الحبر بيروح، انا بتميز كنزاتي انه هي نافره. هلا في كثير عملوا بس ما بيحسنوا يعملوا هي النفور، عرفتي كيف؟ هي لها قوالب خصوصي عشان تنفر. وفي عدة ألوان منها هي؟ طبعاً في الأسود، في الرمادي، في الأوف وايت، أحمر، كل الألوان. طريقة الخط والرسم في منها ألوان كمان؟ طبعاً. وفي طريقة غير، يعني حتى نفس الجملة بتحسني تعملي منها، لأنه خطنا العربي مشهور بعدة كتابات تماماً، بقى بتحسني تعملي منها عدة أشكال نفس الجملة غير يعني كل واحدة موديل شكل. يعني سيدة حنان اليوم كمان أنتوا عم تشتغلوا مثل ما ذكرنا بالبداية بأدوات وبمواد سورية، اختيارها يعني كل ما بدكم تشتغلوا على قطعة هل في تنظيم بعمل القطعة اللي بدكم تحطوه وتشاركوا فيه بكل بازار؟ طبعا هلأ هو بكل بازار، مو كل بازار يعني، هو كل موسم تقريبا لحنا للأعياد فالانتقاء كله أنا اللي بعمله، يعني بختار الموديل وبصمم وبعدين بنزل بشوف أي أكثر شيء بيناسبه بالسوق، فالسوق كله تحت يعني سوقنا لحنا مثل سوق القماش اللي عندنا، فعندنا كثير احنا شغلات ما بنعرف انه هي شغلنا. يعني بروح لعند التجار اللي بيشتغلوا فيها كانوا بالنسيج يعني، فاحنا مشهورين بسوريا كمان بصناعه النسيج، فبختار الخامات اللي ممكن اشتغل عليها ودائما بحاول الاقي بدائل، اذا كان في شيء شغله ممكن تكون اجنبيه لا بلاقي بديل وبلاقي، يعني عم ندور على هيك شغلات وبنصير بنطبق الموديل شوي شوي لحتى يطلع كله هيك. انا بقول له دمشقي بس هو سوري يعني اكثر. عم نشوف اللون الاحمر موجود على القطعه، اللون الاحمر بيلفت النظر اكثر يعني، ليش وجوده بيلفت النظر؟ ويمكن هذا السجاد كثير مشهور بسوريا، يعني ما في حدا ما بيحطه ديكور لبيته وقت بده يعمل شغله انه شرقيه او سوريه يعني، فاللون الاحمر كثير بيلفت النظر، وبالفعل بالبازار بيجوا ركض على القطعه اللي لونها احمر. طبعا هو احنا بنختلف بضاعتنا من بازار لبازار كمان. اكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وهالمجهود اللي عم تبذلوه اكيد لدعم الصناعه اليدويه ودعم المراه السوريه، ويكون لها حضور اكبر واكبر بالمجتمع السوري. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. سيدة عطاء حجازي والسيده حنان رزق، شكرا كثير لوجودكم معنا، بنتمنى لكم كل التوفيق. وبس لايمتى البازار مستمر؟ هلا البازار خلص البازار، بس الجديد ب 15 حزيران ل 19 حزيران. شكرا لكم، بتمنى لكم كل التوفيق. سلام. اهلا وسهلا.